وما ينام وما ينام الرجال هسه اخو اقول لك هسه انا ما داري مو دفاع عنه يعني الرجل حتى نومه قليل يعني حتى اللي يشتغلون وياهم هنا يريدون ينهزمون طيب. يعني بصراحة لأنه عمله متعب هو شخصية الرجل هو ميداني عمله طريقة يعني طبيعته مو سياسي من الخط الأول ما نقدر نسميه من الصقور والسياسيين يتعامل بهذه الطريقة لكن هو رجل خدمة لأنه تدرج ما تهجم من قائم مقام إلى محافظ إلى وزير لعدة وزارات خدمية فهو يعمل مشاريع المجسرات الطرق يحسب له أنه ماكو أزمات كبيرة يحسب له ماكو أزمات طائفية بالبلد بس يحسب له أيضاً